كيفاش الناس كانت تخدم من. لكن انا زاد اللي الجيش الابيض هذوما نعتبرهم الوحدات الخاصه نتاع الجيش الابيض هذوما لانهم هم الناس الموجودين، الناس هذوما رغم الاغراءات اللي برا معني وفي معناها كما قال خويا المناعي معناها زاد الناس هذوما باش يشدوهم في تونس، خاطر اليوم زاد قاعده عمليه هجره ادمغه بشكل رهيب صحيح. اليوم من اد سوانيون حتى لغيره في كافه مستشفيات اوروبا البرا باش يشدوهم يجيو برك يشدوهم زاد بتحسين البنيه التحتيه، خاطر زاد اليوم بعد الكوفيد ما حسنا حتى شيء، سبيطارات قاعده في بلاصتها، احنا شعب زاد بدرجه كبيره ياسر نتاع رده فعل، نحكيه وبعد عندنا ذاكره منقوبه ونرجعوا كيف ما كنا، وين السبيطارات اللي صلحناها؟ وين هي في البريد باش نعطيو كارته لك ما هو كان المتقاعدين وقتها يدزوا كذا، ما ثم شيء يعدي بشكل وعدي عرفتها بشكل وعدي وكل ساعه وعلمه، احنا موجودين هكاك، الناس هذوما راهو باش تشدهم تشدهم كذا، طبيب متخرج اليوم في الطب العام يعطيو فيه 2.5 مليون، مليون ونص راه ب 500 يورو، 500 يورو يعطيو فيهم الواحد عاطل في الشوماج البرا. ما ينفعش العميد ما يوصلوش 500 ما تنجمش تشدوا بالحكايه هذه، ما نكونش باش تشدوهم، ما زالت عندنا عباد ما زالت مؤمنه بالبلاد هذه، وبرشا حاجات معناها تبعث الامل في البلاد هذه، لكن مش بالامل برك باش نعيشوا، بالاستراتيجيات وبالمخططات وانك الناس هذوما زاد تعرف تقيمهم وتعطيهم الحد الادنى نتاع الاطار اللي يخدموا فيه، خاطر زاد كي نحكيوا في الرابطه كي نرجعوا الكوفيد باش ما ننساوش، الناس جايبه ديما طلع معاها من الديار باش رقدت فيه، كي نشوفوا في الليل الطوارئ نتاعنا، ليزيرجونس نتاعنا، الناس تقول عليها في الشعام راهي تخدم. الناس راهي تخدم في الليل وتحيه ليهم في رمليه ولا طب اللي يخدموا في الليرجونس شار نيكول والرابطه وغيرها وسبطه لطنس كل معناها بالتالي هذا نجاح انا اثمنه، لكن المنظومه الصحيه في تونس راهي وصلت الى مدى عندنا طاقه بشريه كبيره لكن البنيه التحتيه راهي روحت على روحها، وانا مرضى بيا نسال عليك الاسانسور اللي توفى فيه الطبيب الشهيد هذاك تصلح ولا ما تصلحش، والسبعه هذوك ما حضروش، اما انا متاكد منهم السبعه ما حضروش تو انا ما شفتهمش، اما عندي احساس داخلي هيك انهم السبعه ما تصلحوش للاسانسور هذا. انا نوعدك لنعطيك الاجابه اول ما فرصه الجمعه هذه الاسانسور رجع ولا لا؟